أبو يوسف، جننتنا وأنت تقول يو وورد يو وورد، شو قصته هذا الموقع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قطر من قناتي مذكرات ممرض، وبنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وبنتكلم فيها عن الهجرة والسفر إلى أكثر من بلد. في عنا فيديوهات كيف تشتغل في قطر، في بريطانيا، في أمريكا، تفضل عنا بتلاقي كل ما يسرك. في هذا الفيديو رح نتكلم عن موقع اليو وورد اللي بستعمله للتحضير لامتحان انكليكس الامريكي، فاذا عجبك العنوان خليك معنا للاخر، ولا تنسى هاند واشنج، هات الجلوفز، هات الماسك وتفضل معنا. موقع اليو وورد هو عبارة عن تقدر تقول بنك اسئلة نستعمله للتحضير الى امتحان الانكليكس اللي هو امتحان رخصة مزاولة المهنة للممرضين اللي حابين يشتغلوا في امريكا، سواء كنت انت معك جنسية او ما معك، مقيم جوا امريكا او برا، درست جوا امريكا او برا. فحتى الامريكي اللي ابوه امريكي وجده السابع امريكي ومعاه جنسيه ودارس في امريكا وعمره ما طلع من امريكا، قبل ما يشتغل كممرض في اي مستشفى بالبلد لازم ينجح في هذا الامتحان. موقع اليو وورد فيه اسئله تشبه اسئله الامتحان الحقيقي، نفس الطريقه نفس النمط، بيسالوا عن نفس الشغلات، بيركزوا على نفس النقاط، ببحث عن انه الممرض يكون بركز على نفس الاشياء، لكن بتختلف بشغله واحده، انه الاسئله اصعب بكثير من الاسئله اللي راح تقابلك في الامتحان الحقيقي. فاذا تعودت على نمط اليو وورد وعلى صعوبه اسئلته، راح تدخل على الامتحان الحقيقي تقول هذا هو النكليكس اللي كانوا خوفونا منه، فعلا هيك اللي راح يصير. بعض الناس بيقولوا انه موقع اليو وورد اذا خلصت ال2000 او ال2200 سؤال اللي عليه وجايب معدل في كل ال2000 سؤال 60%، معناته راح تجيب تقريبا علامة كاملة في الانكليكس الحقيقي. طبعا ما حدا في الامتحان الحقيقي بجيب علامة كاملة، بس تقدر تقول راح تجيب 99% أو 98% أكيد، لأنه اليو وورد مستوى أصعب بكثير وإن كان على نفس النمط. في ناس جابوا 48، في ناس جابوا 40% على اليو وورد ونجحوا، عشان تعرف قديش هو صعب. أسئلة الكتاب نفس طريقة الامتحان الحقيقي لكنها أسهل، أسئلة الامتحان الحقيقي متوسطة، أسئلة اليو وورد العادية نفس طريقة الامتحان لكنها أصعب، وفي آخر اليو وورد في امتحانين، آخر 150 سؤال من الألفين عبارة عن امتحانين كل واحد 75 سؤال، هذول بتحلهم في الطيارة وانت طالع على الهند أو قطر أو تركيا وانت رايح تقدم الامتحان، هذول أصعب إشي في كل الموضوع، هذول إذا بتجيب منهم 10 يخلف عليك. أنا جبت فيهم 36 من 75، يعني علامة النجاح بطلوع الروح. وفي النهاية قدمت الامتحان، أيامنا كان 75 سؤال مش 85، وجاني يمكن 61 سؤال ساتة، يعني في 61 سؤال هذول اللي أنا متأكد أنه كل واحد اللي قبلي أنا حاله صح، يعني أنا جايب 61 من 75 أقل علامة متوقعة. طبعا في مواقع كثيرة بتعطيك أسئلة سنوات سابقة وأسئلة مقترحة وأشياء زي هيك، لكن كثير ناس شافوا الموقع هذا وشافوا مواقع ثانية وقالوا لك أنه اليو وورد أسهل وأحسن واحد من بينهم، هو الأفضل على الساحة. الحلو بالموضوع أنه هذا الموقع بيعطيك إحصائيات دقيقة عن البروغريس تبعك أو تقدمك في حل الأسئلة، يعني حليت 100 سؤال مثلا بيطلع لك إحصائية، أنت جبت مثلا 40%، الميت سؤال هذول منهم 10 كريتيكال جبت فيهم كذا، 10 ماتيرنال جبت فيهم كذا، 10 سايك جبت فيهم كذا، 10 كارديوفاسكولار جبت فيهم كذا. ثاني يوم تعمل امتحان برجع بحدث لك الإحصائيات، في أشياء امبارح جبت فيها 100%، اليوم جبت فيها 0%، والعكس صحيح. آخر الألفين سؤال بيقول لك أنت القسم الفلاني معدلك فيه 90%، تمام، القسم الفلاني معدلك فيه 5%، لا أنا مثلا مش شاطر بالماترنتي برجع بقراها. بعض شركات الهجرة شو بتعمل؟ بتخلي من نفس الشركة مدرس أو دكتور جامعة بكون مشرف، إله حساب على اليو وورد بس مش حساب طالب، حساب أدمن، بكون أدمنستريتر أو مدير زي الأدمن تبع صفحات الفيسبوك. شغلته انه يشوف كل الناس اللي مقدمين للموقع عن طريقه، وبقدر زي ما انت بتقدر تشوف الاكاونت تبعك بقدر يشوف الاكاونت تبعك وشو حليت وشو ضايل عليك وقديش معدلك لحد الان، وبالتالي اذا لاحظ عندك ويكنس في نقطه معينه من اول يوم بقول لك اسمع راجع المنتل هيلث بعدين افتح اليو وورد، انت في عندك ويكنس كثير في النقطه الفلانيه فتلفها قبل ما تبدا اسهل لك. وهي اشي كثير حلو في بعض الشركات. ابو يوسف انت قلت الموقع بفلوس صح؟ نقدرش نشوف عليه اشي؟ لا، في اشي اسمه فري ترايل، يعني بتدخل بتجرب ببلاش تتفرج على كيف شكل الامتحان. تدخل على اول صفحة اللي هي وورد نيرسينج، لانه في وورد اطباء في وورد صيادلة، خليك في النيرسينج. في اشي اسمه فري ترايل يعني تجربة مجانية، في اشي ار ان وفي اشي بي ان اللي هو براكتيكال وريجسترد، خليك في الريجسترد. تدخل على الموقع اولها بقول لك اعمل اكاونت عادي زي اي موقع. اول شيء بقول لك انت من داخل امريكا ولا انترناشونال، بقول له انا انترناشونال.
اسمك، هاي اسمي وهي ايميلي، انا فوق ال 13 بوافق على كل الشروط، ريجستر، خلص صار عندك اكاونت. بالوضع الطبيعي راح اقول لك عندنا خطط لمدة شهر تدفع كذا، لمدة شهرين تدفع كذا، بس انت داخل على تجربة مجانية فما راح يعرض لك اشي اسمه البلينج او الفاتورة. على طول بتقول له لانشينج، يعني ابدأ امتى امتحانك؟ لنفرض انه امتحاني مثلا سنة ال25 شهر 1 على سبيل المثال. يعني لو انا اليوم بدي ابلش، لو بدي ابلش امتحان مثلا 20/7/2024 لازم اخلص 20/10، فمثلا مثلا امتحاني 1/11 على سبيل المثال، اول يوم في نوفمبر، طبعا هو يوم جمعة، بس مراكز الامتحان كلها في دول اجنبية والسبت والاحد عطلة عندهم مش الجمعة. فاذا بدك تخليه تايمد، يعني مثلا معك 10 دقائق تحل 5 اسئلة، اذا بدك تخليه بدون تايمر، بدك اسئلة عادي النظام القديم ولا نكست جينيريشن؟ لا بدي نكست جينيريشن. تقدر تقول له بدي اخليه مثلا خليه ادلت هيلث او تشايلد هيلث او كريتيكال فاندمنتال ليدرشيب ماتيرنال منتال الى اخره. انا مثلا بدي امتحان في الادلت هيلث، هو بقول لك لحد 16 سؤال مسموح لك اول مره، وهن كل اللي عندي 317 سؤال، فاعمل حسابك مش تصير 100 100. من بينهم انا مثلا بدي ماسكول سكليتال واندوكراين ويورينري على سبيل المثال، مسموح لي 9 اسئله جنريت تيست، بيختار لك 9 اسئله. شفت كيف السؤال بيجي؟ طبعا شكل الشاشه والالوان وكله هذا بالملي نفس شكل الامتحان الحقيقي. هون راح يكون في اسمك، هون راح يكون رقمك، رقم الجلوس تبعك، هون راح يكون التايمر شغال لانه الامتحان الحقيقي ممنوع اكثر من 5 ساعات، وهون راح اقول لك رقم السؤال اللي صرت واصل له وبتبلش. راح تكون الاسئله كالتالي: هاي الكيس، النيرسينج نوت شو صار في المريض، الفايتال ساينز شو ارقام المريض، اللابراتوري كل شيء في المختبر، وراح يسالك عن نفس المريض 2 أو 3 أو 4. جاوبنا اول سؤال سبميت، راح اقول لك الاولى عندك غلط والثانيه صح، اكسبلانيشن او الراشونال، هون بقول لك ليش هاي صح وليش هاي غلط وهكذا. في شيء اسمه البرفورمانس، هون بوريك الريبورت، تقدر تقول الاوفر اول كل اللي قدمته لحد الان قديش نسبه النجاح عندك، وبتقدر ريبورت انه اول امتحان بس وريني شو عملت فيه، ثالث امتحان بس وريني شو عملت فيه، وهكذا. فبيعطيك نسب دقيقه جدا عن كل شيء عندك. يعني لو بدك تطلع هون مثلا مستواي سيء جدا، بوريك هون البرسنتايل تبعك. شو يعني البرسنتايل؟ يعني نسبة الناس اللي جاوبوا أقل منك. أنت البرسنتايل عندك 47%، يعني تقريبا نص اللي قدموا الامتحان جاوبوا أقل منك ونصهم جاوبوا أحسن منك، فأنت وضعك مش كويس. كل ما كان هذا الرقم أعلى بيكون مستواك أحسن. أنا لما دخلت عن جد على هذا الموقع قال لي البرسنتايل تبعك 89، يعني 89% من اللي دخلوا الموقع على مدى التاريخ جايبين علامة أقل مني. هذا إشي كويس، بيزيد ثقتك بنفسك برضو، غير انك راح تستفيد معلومات. ملحوظة مهمة جدا الراشونال او الاكسبلانيشن، اقرأ لكل سؤال لانه في معلومات بتهمك جدا وراح تنسأل عنها بالامتحان ومش راح تلاقيها بالكتاب. غالبا الشركة تبعت الهجرة اللي راح تنصحك بهذا الموقع راح تقول لك اشترك لمدة 3 اشهر، اظن بكلف $249، لكن فائدة جميلة وكبيرة جدا جدا اذا بتدخل على هذا الموقع. نصيحة أنا بنصح الكل فيه، نفس طريقة الامتحان، أسئلة أصعب منه بكثير. في النهاية بعطيك تفاصيل وأحصائيات واضحة ودقيقة، وين عندك السترينث وين عندك الويكنس، وبتعرف على إيش تركز وشو الأجزاء أو الشابترز اللي لازم تعيدها من أول جديد عشان تضمن النجاح في الامتحان. الفيديو الجاي رح أحكي لكم عن امتحان اللغة الإنجليزية. بالتوفيق للجميع، واللي عنده أي سؤال يسألني تحت بالتعليقات، وإذا عجبك الفيديو لايك للفيديو، وإذا عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.